المشاكل اللي بتسبب زيادة الوزن اللي أغلبها بيكون الجوع. إحنا بنجوع كتير في الشتاء، إحنا بناكل كتير جدا. هتعملي لنا إيه علشان يقفل معانا موضوع الجوع ده؟ هيديكوا كبسولة الأناسيليوم اللي أنا مجهزاها النهاردة ومفضياها في الكاس عشان أوريكم بتشتغل إزاي. عشان كل مرة أقول لكم كبسولة الأناسيليوم هي السر في القضاء على الجوع، هي اللي هتزود الإحساس بالشبع. هي بالون المعدة. يعني ازاي يا دكتورة بالون المعدة وهتزود الإحساس بالشبع وتملالي معدتي ازاي؟ اوعي تكون من الحاجات اللي بتشتغل على المخ والكلام ده، لأ نهائي. دي ألياف السيليوم، ألياف طبيعية زي اللي موجودة في التفاح والكمثرى والأناناس وحاجات كتير، والكرفس كمان، يعني مش بس الفاكهة، كمان في أنواع كتير من الخضار. لما بشرب مية بعد الكبسولة بتاعت الأناسيليوم بتزيد في الحجم، تقعد تزيد في الحجم لحد ما تعملي كورة من الجل جوه معدتي. الجل ده هو اللي بيملى المعدة، فبيخلي الجزء اللي فاضي من المعدة قليل، ده اللي جاهز يستقبل الأكل. مش بس كده، ده بتديني كل العناصر الغذائية اللي جسمي محتاجها، معادن وألياف طبيعية وفيتامينات، علشان لما أخس ما تأثرش، عشان لما أخس ما يجيليش أنيميا، عشان لما أخس شعري ما يقعش وضوافري تتكسر ووشي يبقى بهتان. سر كبسولة الأناسيليوم اللي معانا النهاردة هوريهولكوا دلوقتي. أنا فتحت لكم كبسولة قبل الهوا، وهوريكم الكبسولة دي لما أحط عليها المية هتبقى إزاي طول الحلقة. أدي المية أهي، حطيتها على الكبسولة. أنتوا عارفين الكبسولات من جوه بتبقى طبعا فيها بودرة. بصوا هي دلوقتي سايلة، تمام؟ أنا عايزاكم بقى تتابعوا بقى معايا خلال الحلقة كده وتشوفوا السايل ده، السائل اللي قدامنا ده، بعد دقايق هيتكون، هيبقى عامل ازاي، هيتكتل، هيبقى عامل ازاي، هيزيد في الحجم ازاي. هو بدأ يزيد معايا اهو، كل ما احط له ميه كل ما اللزوجه بتاعته تزيد، كل ما احط له ميه كل ما اللزوجه بتاعته تزيد. وهركنه هنا جنبي واوريه لكم كل شويه. ده معناه ان كبسوله الأناسيليوم لما باخدها قشور السيليوم بتمتص الميه اللي انا بشربها، عشان كده هو بيساعدني في شرب الميه، والميه من الحوارك هتكلم فيها بعد كده، لحد ما يكون لي بالون المعده اللي الناس بتجري على العيادات وتقول لهم انا عايزه اركب بالون المعده عشان اقلل الاكل. طب دي اول كبسوله معايا. طب اللي معايا تاني في بقيه كورس الأناسيليوم ايه؟ معايا كبسولات الماجيك بوكس والفينل، والاثنين مواد طبيعيه، الياف طبيعيه، كله مسجل من وزاره الصحه. بتزود لي الحرق، تشتغل كحوارق، بتحفز لي عملية الحرق. بس يا دكتورة لا، مش بس المهم ان هي بتديني كمان زي ما بقول العناصر اللي جسمي محتاجها، مش بس تخسسني. وكمان الناس اللي عندهم مشاكل بياكلوا كتير حلويات، يعني السكر مش منتظم، كبسولات الماجيك بوكس والفانل الاتنين بيعملوا استقرار لنسبة السكر في الدم، فمش بيخلوا السكر متذبذب، فشراهتي للحلويات بتقل. وده المهم جدا للناس اللي بتقولي انا عندي شراهة للحلويات. يبقى أنا